السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا عايزين النهارده عندنا علبه حلاوه المولد، تمام كده؟ انا بصراحه العلبه عجبني قوي وعايزه استغلها، فقلت اعملها رفوف، وبعدين رجعت وقلت لا، انا اخليها علبه واحط فيها كل ما هو سمين. يعني ايه سمين؟ كل ما هو سمين يعني ممكن نحط فيها ايه، بكر الخيط، المكياجات، اي حاجه برضو من اللي هي الحاجات اللي هي الايه الكتيره يعني. فطبعا العلبه قدامنا اهي زي ما انتم شايفين، وقلت ايه اعمل عليها غلاف كده، اقيس كده بالخامه بتاعتنا اهي. العلبه قدامنا اهي، وعايزه الغلاف يكسي الايه الغطا بتاعها. فقلنا ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نشوف هنحتاج ايه. فانا طبعا ايه دلوقتي بشوف الايه العلبه هتحتاج معانا خامات ايه، ونشوف بقى اللي هي هتحتاجه ونعملها اهو زي ما انتم شايفين كده. هنفتح هنا فتحه كده. هي العلب فكرتها التغليف بتاعتها مش زي بعضها، لان في علب بتبقى كبيره وفي علب صغيره، واحنا علينا بقى ان احنا ايه نظبط الايه البتاع اللي احنا هنزوق بيه، وهنخليها تبقى حلوه وايه ونقدر نستعملها كتغليف، تمام كده. اهي معانا العلبه بتاعتنا وبنغلفها اهو. بصوا بقى كده، وبحاول ان احنا ايه ما نخليش فيها حته متسابه، تمام كده اهو. نخلي الزياده تترحل من هناك، تمام كده اهو. نمشي معاها واحده واحده كده. وهنا هنبدا بقى ايه نقفل، لان ده الطرف التاني، الطرف التاني اهو، تمام كده. ونبقى نشيل بقى ايه الزياده بعد ما الايه ما نخلص، تمام كده. العلبه بتاعتنا هتبقى كده اهو. انا بحاول ان احنا ايه المها معاكم، انا بحاول اعمل كذا حاجه بس في نفس الوقت ايه بقى يعني بحاول اوريها لكم. يعني بصوا دي كرتونه، دي كانوا جايبين حاجه فيها للعربيه، فطبعا قلت برضو هستغلها، مش هسيبها تطلع من تحت ايدي. بس فطبعا اهو احاول ان انا ايه افتحها كده عشان ارجع بيها كده اهو. الجزء اللي احنا كنا سايبينه هنا هناخده الناحية التانية. بصوا اهو كده، انا بوريكم بس ان احنا ايه لما بنغلف لازم نسيب. اهو بصوا اهو كده، بس انا حبيت برضو اوريها لكم الاول. انا كنت هقفلها بس حبيت ان انا ايه اوريها لكم، لان انا بصراحه يعني مش شرط ببقى عارفه الحاجات دي لمين، انا ببقى حاطه الحاجه عندي ولو حاجه تنفع لحد بديها، فاهميني؟ يعني مش مثلا انا قصدي ان انا اعمل دي واخدها ليا او لا، بصراحه لو حد جه ومحتاج الحاجه دي خلاص مش مشكله، وديها وانا هعمل غيرها. يعني ما شاء الله الحاجات بتيجي قدامي كتير عشان اعمل غيرها، وانا ببص للحاجه بمنطق الافاده، يعني مش شرط لمين، تمام كده اهو. ونبدا بقى نشد لها من هنا عشان نثبت من الناحيه دي، عشان التثبيت اللي من الناحيه دي هيترتب عليه التثبيت اللي من هنا، تمام كده اهو. هبدا اخليهم يبقوا ايه متماسكين مع بعض، وممكن الزيادة دي ادخلها في العبوة كده، مش هستفاد بيها بحاجة، اخليها تخش جوه بس ايه هفتح لها بالمقص عشان تلف معانا، تمام. طبعا هنا ايه في تجويف اهو، هحاول ان انا ايه اقفل هنا زي ما انتم شايفين. بصوا انا بقفل في العلبة وبشيل الزيادة منها، اي زيادة هنقدر نشيلها هنشيلها، تمام كده. هقفل دي على دي كده اهي، تمام كده. بصوا من علبة حلاوة المولد تقدري
تعملي تحفة فنية، وتعملي لها رجول، تعملي لها اي حاجة انت عايزاها. طبعا هي العلبة دي عندي بتتفتح كذا جزء، بس انا ايه كنت ممكن اشغل الجزء ده كده، بس لقيته ان انا ايه ممكن اخليها فعلا زي ما هي كده افضل. اهو تمام كده، اهو شايفين الفكرة؟ تمام خلاص كده الفكرة اهي. عايزة بقى اعمل فيها ايه؟ اعمل فيها ديكور. ايه هو الديكور بقى اللي انت عايزة تعمليه منال؟ هقول لكم دلوقتي. انا عايزة دلوقتي احط فيها الاستراس ده، بس عايزة اعمله برضو بشكل ايه يعني كأنها فعلا علبة تحفة فنية كده. هنعملها مع بعض اهو. لانها فيها فضي من تحت كمان، بس انا مش بعمل بيها اي حاجة من تحت، مش هعمل اي ديكور من تحت لاني تحت شكله جميل، فاهميني؟ هبدأ بقى اعمل الديكور هنا وفي الجنين. يعني ايه؟ هنبدأ بقى نشوف هنا المساحة كده كده، نمشي شايفين؟ شايفين الشكل بقى كده كده كده، نمشي على طول على طول، وابدأ ايه الزق بقى اهو، الزق اهو شايفين الشكل قال ولا ايه؟ اهو بصوا بصوا بقى باين هنا، بصوا الجزء اللي هنا الفضي مع الفضي فوق عامل بقى حاجة كده ايه سيمفونية. بصوا هنشوف بقى مع بعض اهو، الشمع بيلزق في ايدي اهو. بصوا هتبدأ بقى، بصوا تقول انا حاسة ان الاضاءة ظلماها اهو. بصوا وناخد بقى فرع كمان عشان انا بحب الحاجة تبقى قوية اهو، لازم اثبت عليها قوي اهو. وناخد بقى فرع كمان اهو. البقر ده زي ما قلت لكم كده، انا كنت جايباه من العتبة اهو، باخد منها بعمل اي حاجة بقى. بصوا بحطه على الهدوم، بحطه على التحف، على الديكورات، اي حاجة عندي بنقدر نعمل منها افكار مني أوه. طبعا دي لما هفتحها هتبقى ايه اتنين، فهتشغل الايه المساحة كلها، فاهمين؟ بصوا بقى هبدأ ايه اظبط هنا برضو كده وامشي بيها كده اهو، تلزق دي في دي ودي تلزق هنا ودي تلف معايا كده اهو. شايفين المنظر بتاع العلبة اهو؟ اهو نمشي بقى كده اهو اهو مع العبوة بتاعتنا اهي، شايفين؟ من ابسط الامكانيات. يعني ما قلتلكوش اشتروا علبة، قلتلكوا هنعمل علبة حلاوة المولد، يعني حاجة انتوا كده كده بترموها اهو. بصوا عملنا منها تحفة فنية، والله التصوير ظالمها، ظالمها جامد يعني، مش اي ظلم، لا ظلم باين اهو. بصوا بقى وهقطع واحدة كمان من هنا، هتاخد اتنين، تاخد واحد عشان تبقى ايه تدمج مع بعضها. شدلها دي كده اهي. بصوا بصوا الفكرة، بصوا الفكرة جميلة ازاي ولايقة مع الظهر بتاع الايه العلبة. طبعا انا مش هخليها كده وبس، هبدأ بقى ايه اديها بقى ايه ديكورات كده اهو.
وعلى فكرة بعد التصوير حتى لما بلاقي حاجة لايقة عليها بحطها لها. يعني انا برضو عايزة اعمل لها فكرة ان انا اعمل لها رجول. انا مش عارفة هي مش ظاهرة ليه زي ما هي ظاهرة عندي. انا حاسة ان هي حاجة كده، بصوا يعني بناتي بيصحوا ماما احنا هناخد دي، اقول لهم ماشي ماما هناخد دي في الجهاز. ماشي بصوا اهو، برضه عشان ايه نثبت عليها اكتر وتبقى ايه ثابته. شايفين شايفين الشكل؟ حد يصدق ان دي علبه حلاوه المولد؟ بصوا اهو اهي. وعلى فكره ممكن نعمل لها ايد من هنا ونديها برضو ايه يعني هنا في الجناب كده اهو. لو اديتها في الجناب هنا هتبقى تحفه قوي وهتبقى قوية. نبدأ نعمل لها في الجنب كده اهو. انا بجيب بقى باللفة الكبيرة عشان ايه، يعني اللفة الكبيرة كانت عاملة ساعتها 65 جنيه، قلت مش مهم في سبيل ايه ان انا هعملها في كذا حاجة. يعني على فكرة في حاجات انا بعملها مش شرط ان انا اصورها، ساعات ما ببقاش في نيتي تصوير، يعني بيبقى حد عندي والبيت مليان فما بصورش، لكن بعمل انتاج رهيب يعني اهو. بصوا بصوا لما تشوفوا الشكل بقى من هنا غير في الكاميرا. انا ببص في الكاميرا بقول ايه ده، مش هو ده اللي انا بعمله. بصوا بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا شايفين العلبة، بصوا الجنب بتاعها، محدش هيصدق ابدا ان دي كده. بصوا دي علبة حلاوة المول، شايفينها من الجنب كمان جميلة جدا جدا اهو. خليها مرفوعة كده عشان تشوفوها، ونبدأ نشوف بقى العلبة بتاعتنا دي اللي احنا ايه بنوصل فيها. طبعا بصوا شكل الكرتونة كانت عاملة ازاي، وانا هبدأ هنا ايه ان انا الزق الجزء ده عشان الكرتونة ما تبانش معايا اهو. هنبدأ بقى ايه، عايزة تلزق من ناحية الارض، ندخل فيها الايه الكرتونة الستيكر بتاعنا ده اهو. شايفين الفكرة؟ ونبدأ نثبته من هنا جامد اهو. تمام كده، ون ايه نلف بيها. يعني احنا هنخلي ده مثلا وشها ولا ده، مش هنفرق مش هتفرق. هنبدأ بقى ايه ندي هنا كده الايه الشكل بتاعنا اهو. بصوا هيغير من شكلها نهائي، محدش هيصدق ان دي الكرتونه اللي ايه يعني مش قادره اقول لكم. كانت شكلها بصراحه يعني رموها في الزباله هنا كذا مره، وانا اقول لهم سيبوها لي انا هعمل منها منتج. منتج يعني مش عارفه بصراحه، هما بقى هيشوفوا المنتج الصبح. بس كل مره بيحصل كده، يعني اقعد اقول لهم هعمل منها بس ما بيبقوش شايفينها على انها منتج. انتي بتعملي ايه يعني، سواء ولادي او زوجي، يعني ما شاء الله كلهم يعني ضد. حتى مره غنيت لهم بقول لهم انا بحب الم الزباله قوي. بس والله بلمها مش ليا، يعني ببسط لما بعمل حاجه لحد وبتبسطه اهو. بصوا بس الطرف ده اتخن، اعرض اجيب حاجة على قدها بالظبط عشان احنا شغالين اربعة فتلة. كأنها مكنة الاوفر. بصوا العطاء ما بيبقاش بتمن غالي، لا عادي انت ممكن تدي دي لحد كده كهدية يفتكرك بيها، فمش محتاجة ان انت اتكلفتي كام ولا ازاي ولا اديها لها ليه، لا ما
مفيش الكلام ده. عايزه اجيب نفس السمك عشان اخلص الحته اللي باقيه دي. وهنا شايفين بقى العلب بتاعتنا بقت في منتهى الجمال ازاي. اتمنى دي علبه حلاوه المولد ودي علبه قطعه الغيار العربيه. طبعا شكلهم متغير خالص، اتمنى يعجبوكم، واي حد عنده علبه قديمه يطلعها ويظبطها كده، وحتى لو علبه اكبر شويه زي العلب اللي احنا عملناها قبل كده اللي هي العلبه زي دي مثلا، دي تنفع علبه ادويه تعبي فيها الادويه بتاعتك كلها. اوريكم انا عامله علبه للادويه، هوريها لكم دلوقتي. بصوا اهي دي علبه كان فيها شوكولاته من مونجيني. بصوا باخد بحط فيها العلاجات بتاعتي اهي، بصوا مسوقاها بقى عشان اخد العلاج وانا مبسوطه. بصوا برشام المعده والحاجات بتاعه الصداع، مضاد الحيوي، المسكنات، خافض الحراره، مش عارفه بقى اهو. وطبعا ده شغل النهارده اللي عملناه مع بعض من علبه حلاوه المولد، وطبعا العلبه دي، وطبعا دي بصوا العلبه بتاعت ايه العلاج بتاعي اهو. طبعا ايه من لا شيء عملنا كل شيء. بصوا اهو ثلاث علب اهم، بصوا جمالهم، وبصوا علبه المعطر اللي احنا بنروح نجيبها معطر دي. طبعا انا ما برميهاش اهو، بقصها وبدخل فيها الايه دي بقى الادويه المستعجله، بحطها على التسريحه اللي هي الادويه اللي انا على طول المسكنات عشان الصداع، فلازم ايه احط فيها بقى كميه من الايه من المسكنات بتاعه الصداع. يعني بصوا الابيمول والحاجات اللي هي ايه لازم اغيرها كل اسبوع اهو. وطبعا ايه مشغله دي للحاجات الصغننه، ودي للايه للادويه بتاعت ايه اللي بعد الغدا اهو. بصوا شايفين اهو، طبعا بصوا الشكل العام بيقول خالص خالص اهو، شايفين. عايزاكم تطلعوا علب حلاوه المولد او اي حد يجي له علبه يستغلها ويفكر يعملها بطريقه حلوه كده، وتكون معاه حاجه يحط فيها ممكن البكر، الخيوط بتاعتك اللي عندك، البكر، الخيط، الابر، ممكن تحطي فيها مثلا هديه لحد وتوديها له في رأس السنة الجديدة اهي نهاية السنة، تحطي فيها حاجة حلوة كده وتوديها لهم، او حتى لو مفيش خالص هتحطي فيها المكياجات اللي بتحط على التسريحة بتبقى كركبة كده، او اي حاجة مقصات كده، او تتحطي ديكور كده في على الترابيزة، ممكن تمليها ملبس وبسكويتات لأي حد جاي عندك كده في استقباله، وممكن كمان يتحط فيها حلويات. حلويات تكوني عاملاها وتاخديها عند حد بالمنظر ده، هتبقى طبعا حاجه بالنسبه لهم، هتبقى يعني انا فكرت اعمل كده برده دلوقتي وانا بكلمكم، فكرت اعمل كده ان انا اروح لحد في نهايه السنه واخد له بقى شويه حلويات كده في العلبه كده، هيظن بقى ان ايه ده حاجه جميله قوي، ايه ده الجمال ده. بصوا اهو، وحتى لو عندك علبه مش نافعه ايه هتقعدي تزوقي فيها وتعملي من اللا شيء كل شيء جميل. احب اشوفكم دايما بخير، والى اللقاء في الفيديو القادم. باي باي، سلام عليكم.